السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. أتمنى أن آسف يعني ما تفهمونيش غلط في الفيديو ده وتفكروا أن أنا مثلا يعني بحكلمكم على الكورة وأكلمكم على ماتش الزمالك وأسوان والأهلي والدوري ومش الدوري واتحاد الكورة والكلام ده كله. يعني أنا هتكلم عن الزمالك وأسوان بس مش هتكلم من ناحية الكورة ولا الرياضة ولا الكلام الخايب ده طبعا، لأن ده كلام خايب بيضحكوا بيه على الناس وهقول لك الدليل في الآخر. بس عايز أقول لحضرتك دلوقتي، النهاردة كان في ماتش الزمالك وأسوان، اكتشفنا ان الزمالك رايح او جماهير نادي الزمالك رايحين يشجعوا اسوان عادي جدا، في قطر من القاهره لاسوان برضو عادي جدا. لكن اللي مش عادي حضرتك اما تعرف ان القطر مخصوص بس مخصص لجماهير نادي الزمالك، يعني قطر زملكاوي كده خارج بالجماهير كلها ورايح لاسوان. الجزء ده يعني ايه، انا اتفهم ده مثلا ان رابطه المشجعين مثلا دافعين فلوس ورايحين وقاطعين تذاكر وحجزوا القطر كله فراحوا، فده يبقى شيء منطقي. لكن عايز اقول لك ان القطر ده محجوز لهم بالاسم A to Z، يعني القطر كامل العدد لجماهير نادي الزمالك. طيب ده مش عادي برضو، لكن اللي مش عادي اكتر اما تعرف ان حضرتك ان وزير النقل اللي هو وزير القطرات زي ما بيقولوا كامل الوزير زملكاوي صريح واعلم بده صراحه، وكان منتشي قوي وهو بيقولها لعمرو اديب، فاكرين في الفيديو الشهير بتاعه، هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن عشان تفتكروا يعني قد ايه كان منشكح، او مش عارف ما خده مش عارف كان دوري ولا كاس حاجه كده يعني. فهو كان فرحان وبيقول عن انتماء الرياضي دي، على فكره دي مش مشكله، بس المشكله بقى ان انت تبدا تسخر كل وسائل الدوله واجهزه الدوله علشان خاطر تخدم الفريق اللي انت بتشجعه. يعني انت وفرت قطر كامل للناس يوديهم من قطر من الاسواق من القاهره لأسوان. طيب في كم سؤال بس صغيرين كده يعني سامحونا ان احنا بنسالهم ويا ريتنا ناخد منهم اجابه. هل حضرتك عامل ده من جيب اللي اسف من جيبك؟ يعني انت عامل ده من جيبك؟ اثبت لنا. طيب هل انت عامله من وزاره النقل؟ اثبت لنا برضو، محتاجين نثبت لنا وليه. وبعدين ده كان في وجبات، يعني انت الناس بص بقى، انت يعني الناس جايه من القاهره لأسوان مسافه بقى، يعني مش وجبه واحده بتاع مش السندوتشين، لا دي وجبات بقى وانت قاعد عد يا معلم من القطر كله. مين اللي دفع حقهم؟ مش الناس، الناس طبعا كلها متصوره وهم مستلمين الحاجات دي. طيب مش انت يا كامل يا وزير انت كده براءه، انت 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 مالكش دعوه، انت ما تعرفش. طيب انت بلدياتي من بنها، اركن ده على جنب. يبقى مين؟ نادي الزمالك؟ معقوله نادي الزمالك عمل كده؟ طب كويس، مرتضى منصور قلب حن اهو، فيبدو ان مرتضى منصور عمل ده كده. هل عملت ده يا مرتضى من جيبك الشخصي؟ اشك طبعا. طب هل عملته ميزانيه نادي الزمالك؟ برضو نتكلم فيها بقى. طيب لو مرتضى اصلا في جميع الحالات هو اللي عمل كده، احنا نحب نفكر مرتضى بس بحادثة شهداء الدفاع الجوي لو فاكرينه. الدفاع الجوي مش في الجيش، لا لا، استاد الدفاع الجوي. العشرين مشجع زملكاوي اللي هم كانوا من الالتراس وايت نايتس اللي ماتوا واستشهدوا قدام الملعب وهم داخلين الملعب، اترمى عليهم قنابل، اتقفلت عليهم البوابات، اتحبسوا، اترمى عليهم دخان لحد ما اتخنقوا وماتوا. تمام؟ ساعتها مرتضى منصور لو تفتكروا طلع عشان يهدي الرأي العام، بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم العيال دولت اصلا دول عيال بلطجيه، ما كانش معاهم تذاكر وعايزين يخشوا يتفرجوا بالعافيه. يعني ما كانش معاهم تذاكر تقوم تقتلهم كده عادي، وبعدين ايه ده هم على باب النادي مش مثلا رايحين لك اخر الدنيا، ولا عشان دول كانوا الالتراس وايت نايتس وانت بقى جالك ساعتها تعليمات الناس دي لازم تتصفى زي الالتراس اهلاوي ال 74 شهيد اللي اتصفوا عشان خاطر الشتم والعسكر. فاكرين؟ فاكرين الايام دي؟ فاكر يا مرتضى الايام دي؟ ايه قلبك حن على الجماهير دلوقتي بقيت تطلع قطر كامل، قطر كامل ببابه كده بمشجعي باكل بشرب بلبس بكل حاجه كده توديهم اخر الدنيا اسوان؟ يا راجل ده انت مثلا مش موديهم 100 عقبه مثلا، مش جاي مثلا من شرق الدلتا مش عارف ليه 100 عقبه، لا ده من القاهره لاسوان يا معلم وقطر كامل العدد. فمحتاجين نفهم ايه اللي بيحصل في مصر، ولا انتوا بتعملوا ده طبعا يعني البعد الابعد من كده. جماهير الاهلي هتمسك في جماهير الزمالك، وانتوا الدوله مش عارف بتعمل فيكم ايه، وانتوا البلد بتحاميكم، وانتوا البلد بقت مش عارف ايه، وهما بيدعموكم وبيجوا على الاهلي، وتقوم خناقه بين اهلي وزمالك وخناق الكوره ملهاش اي 30 لازمه، ويسيبوا قضايا البلد الحقيقيه اللي بتحصل، البلد اللي عماله تتباع حته حته، نتشغل بقى نرجع تاني نمسك في بعض عشان الكوره وعشان اهلي وزمالك. فوقوا يا جماعه، فوقوا يا مصريين، الله يبارك لكم. العماله مش مستحمله، الناس مش لاقيه تاكل، عشان بس يعني يسيبكم بقى بلا اهلي بلا زمالك بلا ازرق، ما تخلوش حد يضحك عليكم. سلام ونشوفكم في فيديو جديد.